وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل يسأل ويقول: هل يجوز لي أن أذكر الله داخل الحمام مثل بسم الله الرحمن الرحيم، وهل يجوز الوضوء داخل الحمام؟ نقول: الذكر نوعان، ذكر باللسان وذكر بالقلب. الذكر بالقلب يصح في كل الأماكن وفي كل الأوقات، ولذلك الجنب كما قال النووي وغيره يذكر الله بقلبه، لكن يحظر عليه أن يقرأ القرآن بلسانه. ومن هنا من دخل الحمام كان من الأدب عند دخول الحمام أن يقدم رجله اليسرى وأن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فإذا جلس في الحمام في مكان قضاء الحاجة فإنه لا يذكر الله بلسانه، لكن ليس ما في مانع أن يذكر الله بماذا؟ أن يذكر الله بقلبه، أن يذكر الله بقلب. إذن ذكر الله باللسان في الحمام لا يجوز، وهذا اختيار سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله رحمة واسعة، وعليه قال قبله النووي وغيره رحمة الله على الجميع. تبقى المسألة الأخرى: إذا كنت أريد أن أتوضأ ولا يوجد مكان للوضوء إلا في داخل الحمام، هنا يقول الشيخ بن باز رحمه الله: فلا بأس أن يسمي بلسانه، أن يقول بسم الله وليس بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله فقط، هكذا السنة وردت. لأن بعض أهل العلم يعدون البسملة عند الوضوء واجبا، فلكي يخرج من الخلاف لا بأس هنا لضرورة ذلك أن يقول بسم الله فقط بلسانه إذا كان لا توجد مواضئ خارج الحمامات. ومن هنا أقول يا إخواني: ينبغي أن نجعل بيوتنا بيوتا شرعية، قال الله: واجعلوا بيوتكم قبلة، فنجعل المواضئ تكون خارج الحمامات. ولقد وجدت بعض الإخوة نسأل الله أن يخلف عليهم خيرا حقيقة، تكلفوا ودفعوا من جيوبهم لكي يخرجوا المغسلة والحوض خارج الحمام لكي يتوضأ فيه حتى يخرج من هذا العنت ومن هذا الخلاف. وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.